والكره لصالح المنتخب المصري في اتجاه مجدي طلبة ومنها الى طارق مصطفى والتماس لصالح المنتخب التونسي. طارق ثابت ترجع للكره. طارق ثابت هيشري فرتشوشه سوايا اسكندر سوايا حتويلة اتجاه عادل السلامي تمشي الحسين السيد. مباراة اعصاب مباراة تدوم 90 دقيقة. نتيجة المباراة يعني اي انتصار كان مهما كانت نتيجته تكون طيب، ولذا لابد من التحكم في الكرة، عدم النرفزة، والجماهير لها دور كبير في هذا اللقاء، لها أن تساند المنتخب التونسي إلى آخر اللحظات. اسكندر السوايع ورياض أبو عزيزي ترجع له رياض أبو عزيزي واسكندر السوايع من جي لفقي جمال جمال دي ليمان لفقي اسكندر السوايع اسكندر السوايع حلاوش المساندة. معلومة أن المنتخب المصري باش يسكر المنافذ الكل خصوصا على مستوى وسط الميدان، ثم خمسة لاعبين وسط اليوم في كرة في اتجاه عادل عادل السلمي وفاروق هايفن، هذا هو المدافع بتاع فينورد أمام مهاجم فريق نانت الفرنسي. تفقي زبير بيا والتماس الثاني لصالح المنتخب التونسي. زبير بيا ترجع له الكرة والتوزيع والتقاط سهل بالنسبة لحسين السيد حارس المنتخب المصري وحارس فريق الزمالك المصري اللي أحرز على لقب بطولة افريقيا للأندية البطلة مؤخرا. من علي ماهر طويلة، علي ماهر يلعب في نادي الأنصار السعودي. إسماعيل يوسف والتماس لصالح المنتخب المصري. طارق ثابت رياض ابو عزيزي عادل عادل سلمي التغطية ثم الهاني رمزي هاني رمزي لليمين ابراهيم حسن ابراهيم حسن طويلة في اتجاه شقيقه واعتبر لمسة يد الحكم الياباني السيد اوكادا ضد الهيشري. احمد حسن اللاعب الاسماعيلي في التنفيذ بل يترك الكره لفاروق هيثم وزيتوني تضرب على العارضة حذر جمال الدين الامام تعدى الكره اتجاه عادل سلمي تمشي اخذ ابراهيم حسن ابراهيم حسن مباشره الى حسين السيد. زبير بيا شوشين الهيشم طويلة من طارق ثابت عادل السليمي طيبة منه وتخريج كرة طيب عادل عادل والهدف هو لصالح المنتخب الوطني التونسي. زبير بيا في الدقيقة العاشرة عمل كبير وممتاز عمل من تيراس كبير ياسر. عادل السليمي خرج كرة من نوع كبير وكبير جدا كرة ممتازة 10 دقائق لعب هدف لسفر لصالح المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله ان شاء الله تتحسن ان شاء الله يتحسن المردود في وسط الميدان لانه طاول الامور خير. هاني عادل شفت الكره كيف مشات مشات الكره باتجاه عادل السلمي خرجها الى بامتياز كبير عادل السلمي و زبير بيا افتتح النتيجه اذا 10 دقائق لعب والجماهير هنا في المنزه اذا تعبر عن فرحتها بهذا الهدف الاول 1-0
1-0. البداية طيبة رغم أنه شفنا في وسط الميدان التحكم الآن في الكرة، أي نتيجة يلزم انتصار فقط، أنه مسألة نقاط، يعني اللعبة بين تونس ومصر مسألة نقاط، من بعد يجي الحساب له هات 3 نقاط ومن بعد نتفاهم. إبراهيم حسن لفتيه وستة أمتار سيد أوكادا الياباني زبير بايا أما يعطيه الصحة عادل السليمي في تخليص كرة والتمريرة الأولى زاد اللي وصلت لعادل السليمي، مانيش متأكد منه شكون، اسكندر السويح يبدو لي، أما السويح أم الإمام، على كل أي واحد منهم اللي أعطاه التمريرة الأولى كبيرة ياسر والثانية أكبر منها، والثالثة زبير بايا كان موجود في المكان المناسب. هذا لاعب الوسط اللي يكون هو بنفسه يتحول الى مهاجم. على كل الكرة في اتجاه حسام حسن وتخريج كرة ثم طارق ثابت ايا هذا في اتجاه الامام الامام يحاول تخريج الكرة والدفاع تمشي للحارس اسكندر السويح تمريرته الامام هايلة. كرات مثل هذه يلزم التحكم فيها وقلت في بداية النقل يعني البداية كي تكون طيبة في مثل لقاء كما هذا يكون أحسن للفريق يعني باش ما تقولش عليه المباراة هي مباراة ثقيلة برشا خبيش عليكم سواء فوق الميدان أو على المدارج ثقيلة ياسر لكن تتحسن الأمور لصالح المنتخب التونسي راية المراقب الخط وكذلك قرار الحكم الياباني واضح سيدو كدا طارق ثابت بنك احتياطي المنتخب الوطني التونسي كرة في اتجاه عادل السلمي اللي خرج كرة ممتازة لعب فريق نانت الفرنسي وتحصل هنا التمال صراحة المنتخب الوطني التونسي اسكندر السويح يحافظ على كرته تفتك في اخر الامر ثم الامام يوزع الكرة مازال ثم زبير بايا طيبة منه ويوزع زبير بايا والدفاع ويرجع الكرة بايا محاولة ثانية طيبة هايلة من زبير بايا عادل السلمي لا وجود لمخالفه يقول الحكم حسام حسن حذاري من حسام حسن لانه يمر بفتره نقاهه كبيره ياسر في الفتره الاخيره في سواء في البطوله مع فريق الاهلي المصري او في المباريات الدوليه الوديه اللي اجراها المنتخب المصري اصابه تصيب حسام حسن تصيب اثر هذا التدخل الاخير من التوفيق الهيشري هاي اللي اعاد وزبير بيا امامكم صاحب الهدف الوحيد الى حد الان بعد 10 دقائق لعب وهذه التدخل بتاع توفيق الهيشري أمام اللاعب حسام حسن، أتمنى أنه لاباس حسام حسن. قلت يمر بفترة نقاهة كبيرة مع فريقه الأهلي المصري ومع المنتخب المصري كذلك. السلمي مساعد سيد أوريكا سبارزاك حتى توصياته للاعبين ويرجع حسام حسن. 15 دقيقة لعب في الشوط الأول نتيجة 1-0 لصالح المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب المصري الهدف الوحيد لحد الآن زبير بيا فاروق هيثم تمشي كرة جمال الدين الإمام باتجاه عادل السليمي أمام 3 مدافعين يلزمه ينتظر المساندة يحافظ على كرته ثم مخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي عادل السليمي له دور كبير وكبير جدا في هذا اللقاء عادل السلمي اليوم انه بتحكمه في الكره وبحصوله كذلك على المخالفات
في مواقع متقدمة. نعرفونا في كرة القدم الأهداف تجي إثر هجومات منسقة وكذلك إثر مخالفات وركنيات. كرة ثابتة أصبحت لها قيمتها خصوصا عندما يكونوا ثم اللاعبين يلعبوا كرة مليح بالرأس. الكرة تاع جمال الدين الإمام ما تمرش جيب تماس صالح المنتخب الوطني التونسي. ونشوف في حسام حسن زاد خرج على حافة الميدان لتلقي الإسعاف. جمال الإمام لفقيه ومرة ثانية إبراهيم حسن. ثم طارق ثابت يطلب في الكرة. طارق ثابت بالراس. جمال الدين الإمام الإمام وتصويبته جانبية طيبة والجمهور يصفق له لأنه التصويب عنده ما عنده محله في الأعراب في كرة القدم. اسكندر السويع في التنفيذ. اسكندر السويع عادل السلمي والحارس حسين السيد وحده عادل في مجموعة ثلاثة مدافعين. حسين السيد وتوصل للزبير بيا بسرعة ثم عادل السلمي يطلب الكرة تتوزع له وتسلم. يعني فما توقيت نتاع ثواني معدودات كبيرة ياسر نتاع تايمين يعني سريع جدا. وانذار لعادل السلمي حرام انذار هذا. الانذار الثاني في هذا اللقاء الاولاني كان لاحمد حسن للمنتخب المصري في الدقيقه 18 من الشوط الاول والان في الدقيقه 34 من الشوط الاول. عادل السلمي انذر من الحكم الياباني السيد اوكادا. زمرد باله عادل زبير باي في اتجاه عادل السلمي يمر عادل السلمي يحاول وتماس انسح المنتخب المصري كان جنبه اسكندر السوايع. خمم باش يعديلو الكرة ثم حاول المرور بمفرده من احمد حسن ومخالفة ضد سامي الترابلسي. 10 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول والنتيجة هدف لصفر صراحة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في هذه المجموعة الثانية للقارة الإفريقية. تمر الكرة حذاري وتدخل باهي من جمال الدين الإمام. جمال الدين الإمام مرة أخرى ياخذ كرة في وقت طيب ومراوغة طيبة منه تتعدى لسخطر سويح وافتكاك كرة لأنه فما مجموعة لاعبين المنتخب المصري. اسماعيل يوسف حذاري وتصويبها بعيدة والحمد لله على مرمى بكر الزيتوني. شوفوا الكرة الأولى كي تخرج توصل أي لاعب تاع وسط ميدان المنتخب التونسي نلقاو التفاف تاع ثلاثة وأربعة لاعبين من المنتخب المصري بجنب. فمطلوب أنه أي لاعب منتخب الوطني التونسي عبر ما توصل الكرة خرجها لمسة واحدة يكون الحل الأمثل والأفضل. وأيضا الكرات الطويلة في على مستوى من الدفاع الى الهجوم لانه ثم مساله الاندفاع الان الاندفاع البدني عنده قيمته. نعرفوا انه الارضيه مبلله وتوصل كره عادل سلمي. رياض ابو عزيزي اسكندر السويح يراوغ ومخالفه ضد فاروق هيثم مره اخرى. قايم بدور كبير فاروق هيثم لاعب فاينورد. الحكم مكادا الياباني. اسكندر السويع في التنفيذ المخالف. جمال الدين الامام يرفع الكره براسه ترجع لصالح المنتخب المصري. ثم البوعزيزي لكن مجدي طلبه يتحكم كما يجب في الكره بتاعه وتخرج. ثلاثه مهاجمين امام ثلاثه مدافعين. و وليد صلاح الدين الحمد لله انه كرات مثل هذه تكون مخترق لما يصبحوا بهجوم معاكس يصبحوا
مهاجم امام مدافع فقط وثلاثه مهاجمين مثل ما وقعت في صوره الحال، ثلاثه مهاجمين مع ثلاثه مدافعين، حذاري سامي ترابلس وتماسي صالح المنتخب المصري. ابراهيم حسن هو اللي بترجع كره اللعب، يتعدى وفما مخالفه ضد سفيان الفقي، مخالفه ضد سفيان الفقي اللي فائت احمد حسن اللي يقوم بسرعه لافتكاك الكره نتاعه، وهذه الاعاده من المخالفه. هاني رمزي في تنفيذ المخالفه، سامي الترابلسي توزيع ثاني، ترجع من فريق شوشان، طارق ثابت تمر الكره في اتجاه زبير بيه، لكن ثم اسماعيل يوسف يرجع الكره لصالح المنتخب المصري. رياض البوعزيزي وهنالك سيطره على مستوى الميدان لصالح المنتخب المصري الان، وهذه هايله الان. الان عادل السلمي بهذا الهجوم لصالح المنتخب الوطني التونسي، عادل السلمي ضربة جزاء الاقل من الاعادة ان امكن، يبدو لي 38 دقيقة الان فما ضربة جزاء. على كل الاقل يترك اللاعب يتواصل ويوجه انذار، يوجه انذار مشكور توفيق الهيشري. هاو الاعادة، الاعادة لو امكن، لو امكن مشاهد، شوفوا اللقطة مروره وثم اللاعب رقم 10 رقم 17 احمد حسن رقم 17 ما فيهاش كلام. على كل عادل السلمي قائم بمباراه بشوط كبير كبير كبير. عادل السلمي شفنا الهدف، قلت التمريره الاولى لملاعب اسكندر شويه حول الايمان في اتجاهه هو، وهو تخرجه للكره لزبير بيا، ثم الكره هذه الان اللي الحكم الياباني السيد اوزاكا ما يعلنش عليها، ويعلن على تماسي صالح المنتخب المصري، لا تماسي صالح المنتخب التونسي. ابراهيم حسن معليش، خمسه دقائق يجب ان تتم كما يجب الان بتفوق المنتخب الوطني التونسي على المنتخب المصري، والتحكم في الاعصاب شيء هام لانه قاعد يخرج في الانذارات. الان عندنا توفيق الهيشري انذار، وعادل السلمي انذار، في حين انذار لاحمد حسن من مصر فقط ثلاثة انذارات. فلاعبين منتخب الوطن التونسي لازم يتحكموا كثير كثير في الاعصاب بتاعهم. اسماعيل يوسف هو ممكن ان شاء الله لاباس، واكيد انه باش يتم تغييره خلال الشوط الثاني او ربما حتى في اللحظات هذه. الهدف الوحيد زبير بيا، باهيه باهيه في اتجاه جمال الدين الامام، جمال الدين الامام، جمال الدين الامام، والحكم يعتبر مخالفه ضد جمال الدين الامام، والجماهير ماهيش موافقته في القرارات بتاعه. ابراهيم حسن، ابراهيم حسن ترجع من سامي ترابلسي، شوفوا الخبره بتاع عادل السلمي، يترك الكرة تخرج حتى يربح التماس، يربح الوقت ويسمح لزميله اسكندر صويح يرجع للميدان. سفيان الفقي يرجع الكرة، اسكندر صويح، سامي ترابلسي، ابراهيم يوسف، وتدخل باي، هذا اللياقة البدنية وافتكاك الكرات، كرة تمر. فاروق هيثم ترجع له الكرة، فاروق هيثم إلى اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف وزبير بيا، زبير بيا في التماس، سامي ترابلسي لفقيه والهيشري ولفقيه في اتجاه زبير بيا، زبير بيا يتحصل على تماس لانه الضغط موجود والمنتخب المصري يحاول التعديل، وبالطبع المنتخب الوطني التونسي مر بفترات صعبة. تمر العادل السلمي، عادل السلمي ومخالف صالح المنتخب التونسي، دخلنا في الوقت بدل الضائع.
سفيان الفقي هو اللي يرجع كرة اللعب لصالح المنتخب التونسي. اسكندر السويح وتماس يعود للمنتخب المصري. احمد حسن يترك الكرة لابراهيم حسن. الحكم الياباني اوكادا ينظر للساعة نتاعه. كرة زوبير بيا ترجع من الدفاع ثم طارق ثابت. طارق ثابت يتعب الكرة في اتجاه جمال الدين الإمام. الإمام يمر الإمام. جمال الدين الإمام يمر ويوزع. وابراهيم حسن بالراس. ما زالت الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لفقيه. ثم طارق مصطفى. إخراج كرة ثم تسلل. تسلل مراقب الخط كان رافع الراية نتاعه واضحة. تسلل لصالح المنتخب الوطني التونسي. دقيقة و15 ثانية في الوقت بدل الضائع. هذه الإشارة واضحة نتاع المراقب. دقيقة و23 ثانية في الوقت بدل الضائع والمنتخب الوطني التونسي متقدم على المنتخب المصري بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد لحد الآن جاء عن طريق زوبير بيا إثر إخراج كرة كان ممتاز من عادل السليمي. والمنتخب الوطني التونسي مطلوب أنه يخرج متفوق في هذا الشوط الأول حتى يراجع ربما أموره بالنسبة لما وقع خلال هذا الشوط وخلال فترات التحكم تاع الكرات في وسط الميدان، لأنه في بعض الأحيان خلى المنتخب المصري وهنالك مخالفة ضد إبراهيم حسن. على كل المباراة مرة أخرى نقول أنها مباراة قوية كبيرة مقابلة أجواء، والمباراة دوم 90 دقيقة، والمطلوب حسن التحكم في كل الأوقات وفي كل الفترات نتاع المباراة هذه. توفيق الهيشري في تنفيذ المخالفة. دقيقتين و28 ثانية في الوقت بدل الضائع. واسكندر الصويح مرة أخرى يخرج على كورته طويلة تخرج 6 أمتار. وفي هذه الآونة الحكم الياباني السيد أوكادا يعلن عن نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني التونسي. هدف لصفر، هدف زوبير بيا. و الكرة وبداية الشوط الثاني لصالح المنتخب التونسي بالتغيير. إذا قلت سراج الدين الشيحي خذا مكان اسكندر السويح، وسراج الدين الشيحي في أول كرة ليه زبير بيا في اتجاه جمال الدين الإمام. لكن قوي هذه الأرض مبللة تسلق الكرة. إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف مرر إلى طارق مصطفى تتوزع الهيشري ترجع لإسماعيل يوسف. طارق ثابت، طارق ثابت سيب مسبقية. هنا الحكم مرة أخرى يعني طارق ثابت الكرة عنده ثم أسبقية اللاعب. فريد شوشان، طارق ثابت، لا جمال الدين الإمام تمشي لفاروق هيثم. أحمد حسن، مدحت عبد الهادي، إبراهيم حسن طويلة من إبراهيم حسن في اتجاه وليد صلاح الدين. ترجع من الدفاع التونسي ومن صالح المنتخب المصري. طارق مصطفى، طارق مصطفى يتعدى الكرة. وهنالك لمسة يد ضد زبير بيا، لمسة يد ضد زبير بيا. 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني. النتيجة دائما هدف لصفر صالح المنتخب الوطني التونسي من المنتخب المصري. والمنتخب التونسي مطالب انه ما يضيعش كرة، ما يضيعش كرة بسهولة لأن تصعب من بعد. كل كرة تضيع افتكاكها من بعد يصعب والتنسيق. مدحت عبد الهادي أو فاروق هيثم تنفيذ المخالفة قوية و بعيدة على مرمى بوبكر الزيتوني والحمد لله. عنده تصويبات قوية بالكرات في الكرات الثابتة. ثم ثلاثة لاعبين من زاوية ثانية من وراء الملعب، من وراء مرمى الحارس. تشاهدوا الكرة الثانية. فاروق هيثم رقم خمسة. مثل أنه هنالك هفوة على مستوى الحذاري. هجوم لصالح المنتخب المصري وتمر والحمد لله.
عمر ابو بكر زيتون عذاري سامي طرابلسي الى احمد حسن سامي طرابلسي وتخرج تماس فترات حرجة بالطبع في لقاءات مثل هذه منتظرة أشياء كما هيك أنه قلنا مباراة أجوار مدية و طويلة سامي طرابلسي ما زالت الكرة لصالح إسماعيل يوسف طارق مصطفى إسماعيل يوسف إبراهيم حسن إبراهيم حسن يصوب ما زالت الكرة في اتجاه وليد صلاح الدين وليد صلاح الدين و طويلة من زبير بيت اتجاه هاني رمزي والتماس لصالح المنتخب المصري مشي طويله 25 26 دقيقة و هاني رمزي الهيشري سامي طرابلسي وتمشي كرة لجمال الدين الإمام يخلي كرة ثم التماس صالح المنتخب الوطني التونسي أكيد أنه المهدي بن سليمان سيتم اقحام هو وأيضا قيس الغضبان وسامي العروسي قاعدين يقوموا بالحركات التسخينية طرق ثابت تماس ثاني 25 دقيقة لعب تفصلنا على نهاية المباراة وانتيجة دائما هدف لصالح صالح المنتخب الوطني التونسي تسمى عادل السلمي يخرج كرة عادل السلمي والدفاع المصري الباهية من الهيشري بالراس لكن ثم اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف ابراهيم حسن والتغطية من سامي طرابلسي الحيرة دائما واضحة على المدير الفني محمود الخطيب وكذلك المدرب فاروق جعفر توصل الكرة إلى أحمد حسن أحمد حسن طارق ثابت باهية منه جمال الدين الإمام جمال الدين الإمام وحاول حاول يغير اتجاه اللعب في اتجاه زبير بيا كاسبر زاك المدرب الوطني التونسي ابراهيم حسن هو التماسي صالح المنتخب التونسي مفقي ضد عادل سليمي مخالفه مخالفة تنفذ بسرعة مرة أخرى باهية من توفيق الهيشري طارق مصطفى تتعدى الكرة وحذاري تعدى مرور والتغطية والشيحي باهية تغطية على علي ماهر أحمد حسن طويلة ترجع من فريد شوشان شاحي طرق ثابت وتماس المنتخب التونسي يمر بفترات صعبة وهو مطالب أن يحافظ على هذه النتيجة ولما لا يؤكدها على كل التحكم في الكرة و ستة أمتار وقت نتاع يتنفس فيها اللاعب الآن سامي طرابلسي تتعدى الكرة الهيشري الهيشري اليمين طارق ثابت التحكم بالكرة جمال الدين الإمام جمال الدين الإمام تتفكر الكرة يعاود ياخذها يحافظ على كرته عند طارق ثابت طارق الهيشري ايوه الحفاظ والمحافظة على الكرة سامي طرابلسي فريد شوشان زبير بيه في اتجاه طارق ثابت حط كرة امامه طويلة في اتجاه جمال الدين الإمام وفما طارق مصطفى طارق مصطفى يخرج كرة
توصل الآن إلى مجدي طلبة وتتعدى الكرة. ثم نوعا ما نتاع باهتة، ثم نوعا ما نتاع باهتة لأنه ثم بالإمكان الافتكاك الكرة في المنطقة، ثم نوعا ما من باهتة. بالطبع الأمطار غزيرة والأرضية أصبحت رزينة، مش كما الواحد قاعد يتفرج فقط، لأنه اللي باش يهز ركايبه الآن صعب صعب جدا باش يتحول من مكان إلى مكان. طارق ثابت شاحي، لا الكرة هذه لا، أبو بكر الزيتوني كرة الثانية للحارس لا، جمال الدين الإمام ياخذ الكرة، فاروق عايثم تمشي لإبراهيم حسن، إبراهيم حسن وترجع بالراس ودائما إلى إبراهيم يوسف، والانزلاق فوق الميدان ولا طبيعي بعد الأمطار، الأمطار متواصلة والجماهير والمدرب المصري فرق جعفر شاهدتوه، شوفوا الجماهير رغم الأمطار فهي تستحق ألف تحية. وتمشي الكرة لعادل السلمي، هي الهجوم المعاكس يرجع بالكرة التالية طارق ثابت لأنه ما فما حتى ما كان جمال الدين الإمام، توصل جمال الدين الإمام، جمال الدين الإمام تتفك الكرة توصل الآن إلى فاروق هيثم، الفنيات الفردية الآن ما عادش عندها محلة فوق الميدان هذا، تتوزع الكرة حذاري وتمشي والحمد لله. الهيشري الهيشري تخريج الكرة من المنطقة وتخرج، ثم طارق مصطفى محاولة من عادل سلمي لافتكاك الكرة، هكذا الضغط تخرج، تخرج الكرة من طارق مصطفى إلى مجدي طلبة، ثم طارق مصطفى من جديد وتدخل آخر، لا 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 تستحق الكرة لرياض أبو عزيزي، إخراج الكرة طارق ثابت هز كرة تخرج تماس، 28 دقيقة لعب، راي أصبحت الأمور صعبة بالنسبة للاعبين، يعني حتى أن احنا نتفرجوا مثل الجماهير نطالبوا في أشياء أحسن وخروج موفق بالكرة، لكن الأمور أصبحت صعبة وصعبة برشا، صعبة برشا، الأرضية مبللة كثير والاندفاع كبير. وياخذ الكرة زبير بيا، زبير بيا عادل سلمي وحده ينتظر باش يلقى المساندة ويخرج كرة الشاحي، الشاحي لفقيه، ايوا لفقيه، لفقيه يحاول التوغل وهنالك مخالفة ونتنفسوا أكثر. تسعة وعشرين دقيقة لعب في الشوط الثاني، نتيجة دائما تفوق المنتخب الوطني التونسي على المنتخب المصري بنتيجة 1-0، والمهدي بن سليمان أكيد أنه باش يتم تعامله هذا، لأنه بأرضية مثل هذه باش يدخل فريشك، ربما هنا هذا الإطار العام تاع المدرب سيد كاسبر جاك ومساعديه علي سلمي وعلي راشد، أنه فاروق هيثم وهايلة سامي ترابلسي، سامي ترابلسي رياض ابو عزيزي لفقي ومخالفه اخرى لصالح المنتخب الوطني التونسي، مصالحه لصالح لفقي، ومهدي بن سليمان يستعد للدخول. ربع ساعه الاخرانيه هذه في ملعب كيما هكا المحافظه على النتيجه، وهذا المهدي بن سليمان يستعد للدخول، ثم رقم سبعه هو اللي باش يخرج، يعني جمال الدين الامام، جمال الدين الامام سيترك مكانه هذا الاختيار اللي قام به المدرب اليوم بيتحمل جمال الدين الامام كاساسي في هذا اللقاء، والان وخروج شوفوا فيه خارج متقلق نوعا ما، يعني عنده اصابه، عنده الم جمال الدين الامام. ثاني شرف ثابت وحسين السعيد، المطلوب الان في ال 14 دقيقه الان الاخيره نتاع المباراه هذه المحافظه على النتيجه، ولما لا تاكيد اذا امكن، لكن الخروج بنتيجه الانتصار. عادل السلمي، عادل السلمي هايله
ام ربما يكون تكون التصويبه الوحيده للمنتخب التونسي. قويه وممتازه من عادل السلمي، قويه وممتازه. والتغيير الثاني بالنسبه للمنتخب المصري رقم 8 واسامه نبيه سياخذ مكان علي ماهر. ويكون التغيير الثاني في المنتخب المصري بعد خروج حسام حسن اللي ترك مكانه الوليد صلاح الدين في الدقيقه 19 من الشوط الاول، لكن الاصابه اللي تعرض لها حسام حسن. تمشي الكره من رقم 5 فاروق هيثم الى هاني رمزي البوعزيزي. البوعزيزي ياخذ الكره مدحت مجدي طلبه الهيشري، وهنالك مخالفه لصالح الهيشري ولصالح المنتخب الوطني التونسي. سلام لاباس توفيق الهيشري. شفنا لي كذلك الاسكندر الصويح اللي اصيب في نهايه الشوط الاول وتم تعويضه بسراج الدين الشيحي. ان شاء الله على كل الهيشري يكون لاباس. ذكركم انه بالنسبه لبقيه المباريات في هذه المجموعه يوم الاحد 4 ابريل المنتخب التونسي يتحول الى ناميبيا، ثم الاحد 27 ابريل تونس تقبل ليبيريا في نطاق هذه المجموعه الثانيه لتصفيات كاس العالم، والاحد 8 جوان مصر تونس بالقاهره، ثم اللقاء الاخير في هذه التصفيات سيكون يوم الاحد 17 اوت بنفس هذا الملعب ملعب الاولمبي بالمنزه تونس ناميبيا. وتوفيق الهيشري يقوم لاباس. بالنسبه للمنتخب المصري اشير الى غياب اللاعب حازم امام لاعب اودينيزي الايطالي بسبب الاصابه، ووجهت الدعوه لنبيل محمود مكانه. توفيق الهيشري طويله الكره من هاني رمزي. سامي طرابلسي حذاري لكره صالح المنتخب المصري. توزيع ابو بكر الزيتون. توفيق الهيشري يطلب الدخول ويدخل يرجع الميدان. ابو بكر الزيتوني، ابو بكر الزيتوني عادل السلمي، الشيحي عادل السلمي، عادل السلمي. وهنالك مخالفة، وهنالك مخالفة، والحكم يطلب الكرة تواصل. مازال زبير بيا، زبير بيا يصوب وتتعدى الكرة. مازال الكرة مهدي بن سليمان، أول كرة لمهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان في أول كرة يحاول الخروج ولا التغطية. مازال صالح المنتخب التونسي. الشيحي وتقف الكرة لأنه فما المياه، الواحد ما يزموش. أحمد حسن، إبراهيم حسن، أحمد حسن، أحمد حسن يعود في اتجاه إبراهيم حسن. إبراهيم حسن رياض أبو عزيز هو مخالفة ضده. تتلعب الكرة بسرعة في حين أن المراقب كان رافع الراية نتاعه لأنه المنتخب المصري حاب يقوم بتغيير ثالث. والتغيير الثالث اللاعب أحمد حسن يخرج في الدقيقة هذه 36 من الشوط الثاني، سيترك مكانه لمحمد يوسف. لاعب الاهلي المصري ياخذ مكان احمد حسن. احمد حسن لاعب الاسماعيلي. ترجع من سامي طرابلسي. مهدي في اتجاه مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان، مهدي بن سليمان ياخذ الكره نتاعو ينطلق بها. مهدي بن سليمان وافتكاك الكره من اللاعب محمد يوسف، ثم تخرج من فاروق هيثم إلى مجدي طلبة، إلى إبراهيم حسن. مجدي طلبة، إبراهيم حسن، هاني رمزي،
محمد يوسف ياخذ كره طارق ثابت. طارق ثابت والتماسي صالح المنتخب المصري. محمد يوسف سيرجع الكره للاعب وتخرج كره تماسي صالح المنتخب الوطني التونسي. السحب تقشعت نوعا ما فوق الملعب الاولمبي بالمنزل والجماهير تساند في المنتخب الوطني التونسي المتفوق الى حد هذه الدقيقه 38 من الشوط الثاني على المنتخب المصري بنتيجه اهداف مقابل صفر. طارق ثابت شاحي. طارق ثابت طويله في اتجاه عادل السلمي. بن سليمان مهدي بن سليمان حاول المرور وتمسي فاته المنتخب الوطني التونسي. مهدي بن سليمان اللاعب المحترف الثاني خارج الحدود. عادل سليمي في نانت ومهدي بن سليمان في اولمبيك مرسيليا. وطارق ثابت في اتجاه مهدي بن سليمان. مهدي بن سليمان يمر وافتكاك الكره في اخر لحظه طويله وباهية من توفيق العيشري وتمر الكرة ثم هل اعتبر مخالفة الحكم الياباني؟ بالفعل اعتبر مخالفة لصالح المنتخب المصري في التنفيذ المخالفة. محمد يوسف شي فاروق هيثم تعود له الكرة من هاني رمزي. فاروق هيثم وتمر الكرة حذاري تصويبة وسامي طرابلسي. طيبة طيبة من سامي طرابلسي تماس لصالح المنتخب المصري. 39 دقيقة لعب و 40 ثانية في الشوط الثاني. 6 دقائق على أقصى تقدير لنهاية المباراة والمنتخب الوطني التونسي دائما متقدم على المنتخب المصري بنتيجة هدف مقابل صفر. والحكم الياباني يتجه للتنبيه في اتجاه ابراهيم حسن. ثم لمسه يد واضحه وحسنا فعل الحكم الياباني لمسه يد واضحه لصالح ضد المنتخب المصري لصالح المنتخب التونسي. 5 دقائق الاخيره 1-0 لتونس امام مصر في نطاق هذه المجموعه الثانيه لتصفيه كاس العالم بالقاره الافريقيه. وفي حالة نهاية المباراة على هذه الشاكلة فينفرد المنتخب الوطني التونسي بالمرتبة الأولى برصيد 6 نقاط. شيحي ومخالفة ومخالفة واضحة. مخالفة لصالح الشيحي ولصالح المنتخب الوطني التونسي. هذا اللاعب رقم 5 فاروق هيثم. وإنذار إنذار مخدش مخداشي رقم 5 قبيله كنا نظن انه هو اللي خذا رقم 5. هو منع الانذار من الشوط الاولاني في الكره مع سفيان لفقي. والشيحي ان شاء الله لاباس الشيحي من الاصابه. دقيقه 42 من الشوط الثاني. ذكرتم ايضا ان المنتخب الوطني التونسي باش يلعب يوم الاحد المقبل اللي بعده يوم 26 جانفي بغينيا امام منتخب الغيني في نطاق تصفيات كاس افريقيا الامم 98. استغل مرور خالد حسني المدرب المعروف في كره القدم ربما بسرعه قبل ما يعود اللعب الميدان رايه في المباراه لحد الان وفي في 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 النتيجه. النتيجة هامة وهامة جدا بالنسبة للفريق التونسي اللي مش تعطيه حظوظ معناها كبيرة خاطر الإنسان يلزمو ساعة يربح في بلاده بعداش معناها يترقب النتائج الأخرى. والجمهور تاع الفلوس كان يعيط ضربة جزاء. التدخل قوي. دخلنا في الوقت بدل ضاع والمنتخب الوطني التونسي متفوق بنتيجة هدف مقابل صفر على المنتخب المصري. الكرة نتحكم في الكرة ما نضيعوش كرة في اتجاه المهدي بن سليمان. هيا مهدي وتتماس لصالح المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري. إشارة الحكم تقول لصالح المنتخب المصري.
الوقت بدل ضاع. فاروق هيثم، طويله من فاروق هيثم. رياض بوعزيزي لفقيه وتمشي طويله، ثم سامي طرابلسي، سامي طرابلسي بالراس في اتجاه اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، وثم التغطيه من لفقيه، يضيع عليه لفقيه وتخرج كره كمانس. 48 ثانيه في الوقت بدل ضاع، واللعب متواصل لصالح المنتخب المصري والمنتخب الوطني التونسي، متفوق بنتيجه الدقم قبل صفر. الكره يتم افتكاكها، وستة امتار، ستة امتار لصالح المنتخب الوطني التونسي. نبدأ نحسبوا، هاو الوقت، دقيقة وأربع ثواني في الوقت بدل ضائع، والجماهير وقفت بكلها، هي واقفة ما قعدوش. الجماهير اللي قلت لهم تحية من الأعماق، اللي عندهم دور كبير وكبير جدا في نتيجة هذا اللقاء، في هذا اللقاء، لأنهم وقفوا مع المنتخب. زوبير بايا طويلة، وحسين السيد لكن بعيدة عن المرمى، ونربحوا الوقت، وربح الوقت 224 ثانية. والحكم محمد يوسف، كرة طويلة لهيشري تمر حذاري وتجيب ركنية. حذاري الحكم ينظر للساعة نتاعه، لاعبي المنتخب المصري يطلبوا في المدافعين انهم باش يقدموا، ان تكون الكرة الأخيرة شفتوا الحكم تنفيذ المخالفة. المنتخب الوطني التونسي مطالب كل لاعبين انهم يراقبوا مليح الركنية. ثلاثة دقائق في الوقت بدل الضائع، وتجيب ركنية ثانية، وفي يد العودة الحكم الياباني، ولا لنهاية المباراة. تونس ومصر، تونس واحد مصر صفر. الهدف الوحيد زوبير بايا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول. المنتخب الوطني التونسي مبروك له هذا الانتصار، لأن الانتصار هذا يفتح له أبواب كبيرة، وبالطبع هدية المباراة هذه، هذا الانتصار من لاعبي المنتخب إلى زميلهم، إلى المرحوم الهادي برخيصة الذي وفاه الأجل يوم السبت الفارط. هدية للوطن ول برخيصة، هزوا رقم المريول نتاعو واتجهوا به للجماهير. هاي أمامكم الصورة، الصورة معبرة. وهذا الهدف الوحيد في هذا اللقاء، كرة اسكندر سوية في اتجاه عادل السلمي، اللي يتوغل عادل السلمي ويخرج الكرة. وهذه يعني هذا المثال الرائع في هذا اللقاء، وكل الجماهير هنا تقف. وانا نعطيكم المعلومة انه في هذه المجموعة الثانية المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط بعد زوج مباريات، والمنتخب ليبيريا في المركز الثالث بنقطة بعد مبارتين، والمنتخب ناميبيا في المركز الرابع بنقطة بعد مبارتين.